السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا حج. ايه عامل يا باشمهندس؟ الله يبارك فيك يا حج. عايز توك توك؟ هي توك 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 توك؟ التكاتك برا كتير يا اخو. لا مش التكاتك دي اللي بيركبوها يا باشا. امال ايه توك توك يا حج؟ انا عايز توك توك على الموبايل، البياجي على الموبايل، التوك توك بتاع الموبايل بتاع التليفون. قصدك على التيك توك؟ ايوه هو ده. ومين قال لك عليه ده يا حج؟ انا شايف العيال كده بيقول لك عليه حاجات حلوه، وانا معايا المره ماخذ مره 24 ساعه مكشره ضربه 111 في جورتها، فعايز افرفش نفسي برضو قبل يعني العمر بيمر برضو. نزله لي على التليفون ده جايبه نفسه. يا رجل عيب عليك يا حج، مالك ومال برامج انت؟ ازاي؟ برضو راجل في سنك ده وفي وضع عديتي عايز يشوف البرنامج بتاع تيك توك ده؟ ما بيقولوا عليه بنات حلوة، عايز اهوي نفسي. بقول لك معايا المرأة 24 ساعة مكشرة ضربة بوزي. بعد اذنك انت نزله لها، لسه جاي تلفون نظيف بكشاف. خد يقول مال التلفون في كده يا ريال، البرنامج ده اصلا ما ينفعش معاك يا حاج ولا يناسبش سنك، عيب عليك يا حاج. يعني ايه؟ ده انت الواحد اللي في سنك ده مفروض تقعد في جامع، تروح تمسك لك مصحف، تصلي لك ركعتين لله. حطهولي بس انت ومالكش دعوه. خد يقول حطوا لك ازاي؟ وين العده دي؟ العده دي هينزل عليها البرنامج ده؟ ما ينزلش على العده دي، دي عده في زراير، عده عاديه يا حاج. يا باشا دي فيها كهرباء وبتنور، فيها كشاف. يا ابوي مال كهرباء ومال كشاف؟ حتى انت، انا كل ما اروح لعيل يضحك علي قالوا لي في واحد كبير في سنك هيزبطك. خد النبي نزل لي التوك توك يا اخي. ماليش دعوه يا ابوي، ده ما بينفعش يا حاج. وغير كده بينزل على زي العده دي طش كده، ما ينفعش على العده دي يا حاج، وعيب عليك في سنك انت، مالك ومال البرامج دي؟ طب ينزل عليها برنامج الكيوي. كيوي؟ قالوا لي عليه العيال الكيوي، برنامج الكيوي. كيوي يا اخي يا بني ادم انت، برنامج كواي؟ ايوه هو ده. ايوه نزل لي الكوكو. لا حول ولا قوه الا بالله. يا حاج ما ينفعش، عيب عليا. ده انت راجل محترم عيب، ده شويه بنقول للعيال الشباب في البرامج دي عادي، لكن واحد في سنك انت حيتفرج على الحاجات دي؟ ده في بنات حلوه لو ماخذه بترقص كده وشغل تاني. ممكن واحد في سنك انت لو شاف بنت بترقص كده الضغط يرتفع معاه، تجيب جلطه تغور فيه. يا ابوي خليه يرتفع، انت مالكش دعوه يا اخي، هو ضغطي ولا ضغطه؟ نزل لي بس اي برنامج تيك توك ولا الكيوي ده اللي بتقول عليه يا اخي. لا بريت لك اي برنامج. طب نزل لي اغنيه في، نزل لي اي حاجه بس اسلك بيها. نزل لي الفيديو بتاع بوس الواو. نزل لي بوس الواو اهي. بوس الواو؟ يا حاج انت عيب عليك يا حاج انت. ايه يا اخي انت بني ادم مش محترم صح؟ انا يبوسك حي يا اخي. ايه ده كلام برضه تقوله؟ طب حط لي نغمه انت شويه. نزل لي انت شويه اللي بيقول لي عليها حلوه الواد. بقول لك انا راجل خلق داير. والله هي ما جريت من قدامي لو تشرق بطل عشان راجل هزر. انت مش لاقي فلوس؟ لاقي فلوس يا راجل، عيب على سنك يا راجل. انت مش بتبص في المرايه وتشوف شكلك؟ طب ايوه. طب نزل لي نغمه انت تبقى ايه وانا ابقى اي حاجه يا اخي. فرفش حتى الاغاني كترت علي. خد بس حط لي حاجه من عندك وهديك فلوس. خد فلوس ايه يا حاج؟ انت شويه يا اخي، بدل ما انتش عينيك انت شويه يا راجل، عيب عليك. حط لي دي انت شويه دي. يا اخوي ده يعني البلد كلها سمعتها ما عدا انا. يعني انت سنك صغير قوي يا اخوي، يعني 21 سنه في فتره المراهقه. يا راجل عيب عليك، اختشي امشي، توكل على الله بيتك تمشي. طب حط لي اي نغمه. امشي حط لي اي حاجه. امشي ما عنديش نغمات. امشي شو، توكل على الله يا اخوي. شوف الراجل البارد يا اخي. شوف يا اخوي عايز يخش في البرامج كيا. طب حط لي اغنيه تعليسه اجمل احساس. حط لي نغمه اجمل احساس. هو انت عندك احساس اصلا؟ انا لو عندك احساس انت تتكلم الكلام ده. روح توكل على الله يا حاج. يعني ماله يا باشا، هو يعني التوك توك ده للصغيرين يعني عليها حاجات؟ يا قول لي بس. طيب يا حاج دي حاجات كده، العيال دي بتنزل حاجات وفي امور كثيره وحشه يا حاج. ما تناسبش سنك، عيب، انت راجل محترم. ده الواحد اللي في سنك يا حاج ده المفروض بيقول يلا حسن الخاتمه، يبعد من البرامج دي، يقعد في بيت ربنا، يقعد له في جلسه فيها ذكر الله. اما ان كان بعض الشباب ده الله المستعان في امرهم، فعيب يا حاج. انت راجل عندك اخلاق. يعني العمر جرى؟ ايوه يا حاج، وكل على الله يا حاج، عيب عليك. حتى الفرفشه كترت علينا. الفرفشه بالاحترام والادب يا حاج. طب حط لي نغمه يا ابوي للشيخ محمود ياسين التهم. كده انا عاملها لك يا حاج. حط لي نغمه الشيخ محمود ياسين.
انا قالوا لي حلو يا باشا وهيسليك بالليل بدل ما قاعد بوزي في وسط المرأة يا باشا. لا لا يا حاج غير، مش كل اللي حد يقول لك حاجه تصدقها. لا يا حاج، برامج دي فيها حاجات، يعني التيك توك ده فيه حاجات فعلا وحشه يا حاج، المفروض البني ادم ما يتفرجش عليها، البني ادم المحترم اللي زي حالاتك كده عيب. طب حط لي نغمه محمود ياسين التهام. طب انت ترضى على نفسك يا حاج؟ تشوف واحده كده تقعد تترقص كده وشعرها ما انا المره لو مفرفشاني في البيت مش هبص، لكن المره ضربه بوز 24 ساعه يا حاج، 24 ساعه. معليش معليش، عاد نصيبك، ترضى بنصيبك وخلاص. حتى بوس الواوا لا برضه تاني اسلك لي بيها شهر؟ رجل عيب عليك يا حاج. طب ماشي، حط لي يا ابوي نغمه محمود ياسين التهام. ايوه كده، عمل لك كده نغمة ذكر، نغمة حاجة حلوة كده تسمح له. خذوا بوس الواوا قاعد. ها؟ بوس الواوا آخر زمن. اسمع بوس الواوا. ما حلوة. ولا روبي؟ عندك شروبي؟ في الحفلة الأخيرة؟ لا ما عنديش يا حاج. عندك شروبي؟ لا ما الفيديو اللي راكبة فيه العجلة بتقول كده؟ عندكش دي؟ برضه ثاني عايز تتفرج على الحركات دي؟ خلاص. يا رجل عيب عليك. هي نغمة محمود ياسين التهامي؟ ايوه يا حاج. روح توكل على الله، روح. بارك الله فيك. ماشي يا اخوي. عايز كام؟ وري يا اخوي، هات اللي تجيبه. ها؟ هات اللي تجيبه. لا ما طالما نغمة محمود ياسين التهامي وده من عندنا من الصعيد خلاص مجاني. مجاني؟ اه مجاني يا اخوي. قول توكل على الله. يا رجل عيب عليك. قول. روح على رجل الربط.